يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحمل الرهق على الجن والإنس؟ هل يحمل الرهق على الجن والإنس لأن الآية محتملة للوجهين؟ فيها التفسيران على المراد زادوهم، الضمير من يرجع له؟ قيل يرجع إلى الجن إنهم زادوا الإنس رهقا، وقيل العكس إنه يرجع إلى الإنس، زاد الإنس الجن رهقا. والآية تدل على الأمرين، تحتمل الأمرين. نعم.